Und dementsprechend sind wir froh, dass wir doch den einen Punkt mitnehmen konnten. أعتقد كانت مباراة صعبة، كان هناك فرص من كلا الفريقين. أعتقد كان عندنا بعض المشاكل في إيجاد الريتم بتاعنا، لأن احنا متوقفين عن اللعب الرسمي بقالنا حوالي 6 أسابيع. اللعيبة الدولية أو لعيبة المنتخبات جاءت الفريق متأخر، فحتى لم نقم بأي مباريات حتى ودية مع اللعيبة الدولية، وبالتالي ده أثر علينا وعلى شكل الفريق. في المقابل شباب بوليسداد بيلعب في المنافسات الدوري، بيقدر عنده ريتم أكتر، وده باين النهاردة إن هم كانوا فريق قوي جدا، فريق يستحق الاحترام، وكان أدائهم جيد جدا اليوم. ولكن عدم وجود ريتم لينا وعدم وجود فترة طويلة 6 أسابيع، عدم وجود ماتشات رسمية أثر علينا كتير، وعشان كده احنا نعتبر راضيين عن النقطة النهاردة. كما قلت سابقا فريق جيد جدا، بيقدم كرة جماعية، كرة راقية، عنده مهارات عالية، في سرعات في الفريق، وبالتالي الفريق قوي. وانا كنت عارف ده قبل المباراة، وده اظهره اليوم ان هو فريق قوي جدا، وعشان كده انا راضي تماما عن نقطة تعادل اليوم. متبقي مباراتين في المجموعة، اكيد هدفنا كنادي اهلي ان احنا نفوز بالمباراتين ونتأهل كاول المجموعة، لكن عارفين ان المهمة ليست سهلة. الاسبوع القادم عندنا مباراة خارج الديار، مباراة صعبة جدا في اجواء صعبة، احنا كمان متأخرين في عملية الريتم، ان الفريق يحصل على الريتم تبعه بسبب قلة الماتشات. ما عندناش ماتشات من اليوم لغاية الاسبوع القادم ماتشات رسمية، وبالتالي ما عندناش غير التدريب، نحاول ان احنا نجهز الفريق باسرع وقت ممكن، ان هو الاسبوع القادم يبقى جاهز للمواجهة الصعبة. وبعدين عندنا مباراة في النهاية على ارضنا، هتبقى مباراة كنهائي للمجموعة، لكن هنحاول نعمل أقصى ما وسعنا إن احنا نتأهل أول مجموعة كما اعتاد النادي الأهلي.